خليني أخذ مكالمة من الأخت نهال من إنجلترا. أهلا وسهلا أخت، أنت معنا على الهواء. اهلا بيكي حضرة القسيس، ربنا يباركك ويبارك كل اللي بتقوله. انا هدخل في الموضوع على طول، نفسي اسال سؤال بخصوص القوات غير المعتاده. انا مش هتكلم على مآزر بولس او ظل بطرس اللي كان بيشفي، لكن عايزه اقول ازاي كانت الكنيسه جميله والرب بيصنع معجزات على ايدي الرسل. طب ليه مش بنشوف معجزات في الكنيسة حاليا بالرغم من انه الكتاب بيقول مجد البيت الاخير هيكون اعظم من مجد البيت الاول، واكيد العيب مش في الرب يسوع لانه هو لا يتغير امس واليوم والى الابد، فايه العيب وازاي نتغلب عليه عشان نشوف ايات ومعجزات نمجد بيها الرب يسوع والرب يبارك. ربنا يباركك، شكرا كثير على سؤالك أخت نهال، وفعلا هذا السؤال مش بس الأخت نهال بتسأل فيه، كثير ناس محتارة في هذه الأيام. هو الرب وينه؟ هل الرب موجود؟ على فكرة في معجزات كثيرة في كل مكان. إذا أنت مش شايف المعجزة معناته مش الله غير موجود. صدقني بأفريقيا بتسمع عن معجزات خارقة، في كوريا الجنوبية، في جنوب أمريكا عم نسمع. الظاهر أنه في مناطق معينة في العالم المناخ الروحي ملوث، يعني محتاجين نصلي. يعني أنا تذكرت قصة دانيال لما صلى، يعني رئيس مملكة فارس بيتكلم بالعالم الروحي في الأجواء الروحية، يعني الله بيسمع الله بيستجيب، بس محتاجين في كتير. يعني الخطية استشرت وتفشت في كل أنحاء البشرية.